السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في معلومة جديدة على قناة مستر سيد. يعني إيه باركود؟ وإزاي نستفيد منه؟ لو عندك كتاب من المراحل التعليمية الأولى أو الصفوف الأولى، يعني مثلا معانا كتاب الصف الأول الابتدائي، كتاب اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، لو فتحنا عندنا على أول درس هنلاقي عندنا مربع اسود كده في مجموعة من الرموز، ده اسمه باركود. طب استفيد منه ازاي؟ لو عندي الموبايل بتاعي هدخل على المتجر، هنزل تطبيق اسمه كيو ار ريدر، او بالعربي اللي هو الماسح الضوئي او قارئ الاكواد. هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو. مجرد ما انزل التطبيق عندي هيبقى ليه نفس العلامة اللي موجودة جوه الكتاب. مجرد ان انا ضغطت عليه كده بيفتح معايا مباشرة الكاميرا، بوجه الكاميرا بتاعتي للباركود ده أو المربع الأسود ده، بيدخل معايا مباشرة على الدرس اللي موجود قدامي، سواء الدرس ده صوت أو أغنية أو شرح أو فيديو، هلاقيه فتح معايا اللينك أهو موجود قدامي. مجرد إن أنا ضغطت على اللينك ده كده بيفتح معايا الدرس، بيحمل. لان الدرس ده موجود على بنك المعرفه بيطلب مني تسجيل الدخول. طبعا انا مجرد ان انا ادوس تسجيل الدخول كده بكتب الايميل والباسورد، بيدخل معايا على الدرس مباشره. الايميل والباسورد، كتبت الايميل والباسورد بتوعي، هلاقيه حمل معايا الدرس مباشرة. هدوس بس على تشغيل يشتغل معايا. Page 3 Exercise 1 Listen, point, and say Hello Goodbye I'm Hanny يبقى ده الدرس اللي موجود قدامي سمعته بكل سهولة. طب تعالوا نجرب مرة تانية على exercise 3 sing، يعني أغنية. نرجع ونبدأ من الأول. هصور الباركود التاني برضو، ظهر معايا اللينك بضغط عليه، بيحمل معايا ودخل معايا مباشرة على الدرس. هدوس تشغيل بس. Unit 1 Page 3 Exercise 3 Sing يبقى فتح معايا الأغنية الخاصة بالدرس، يبقى أنا أقدر أوصل للدرس بتاعي بكل سهولة عن طريق الباركود. كل المطلوب مني هنزل التطبيق من المتجر بنفس صورة الباركود الموجود عندي في الكتاب، وبفتحه وبيفتح معايا الكاميرا مباشرة وأدخل على الدرس بكل سهولة. لو استفدت حاجة من معلومة النهاردة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جود باي.